يقول ابو فاضل صار وكل شويه صار وكل شويه صار وبالدنيا طعم خل طعم خليتي بيتنا مرات وطريقك سادع وينات وندل الله خالق الكل حي الله خالق الكل حي حتى الماي بيتنخى من يعلى حتى الماي بيتنخى من يعلى ايش كثر تتنخى بالعباس حتى تخضري الشتلين في نبصايتك مولاي عليك بداعه الناشقه تعدل في نبصايتك مولاي عليك بداعه الناشقه عدل هو الطفل هسه مبلل ومن قصة العباس الطفل هسه مبلل. بدأت الزيارة إلى مسجد خطوة الإمام علي وتوافد أهالي البصرة من الساعة 9 ليلا، ومستمر الزيارة لغاية هذه اللحظة، وستنتهي الزيارة يوم الجمعة الساعة 1 ليلا إن شاء الله. وتمت الاستعدادات قبل يومين من قبل قيادة عمليات البصرة وقيادة الشرطة ومحافظة البصرة ومديرية الوقف الشيعي وجميع مديريات الخدمية في البصرة لتقديم الخدمات والمواكب للزائرين لدخولهم إلى المسجد وخروجهم ورجوعهم سالمين إلى بيوتهم. يعني الأعداد بالآلاف، نتوقع أن تكون بالمليون. كل عام يجدد المؤمنون هذا اليوم. بالنسبة إلى محافظة البصرة تكون هناك زيارة مليونية يقوم بها الموالون والمحبون لآل البيت. هذه الزيارة المليونية تنطلق من جميع أقضية ونواحي محافظة البصرة، وفي نفس الوقت تكون هناك أعداد كبيرة من المواكب الحسينية مشكورين على هذه جهودهم الكبيرة، يقدمون جميع الخدمات إلى المشاية والمتضمنة، المواد الغذائية والماء والعصائر وغيرها من المشروبات إلى الأخوة المؤمنين المعزين. برز عباس وارتجل بالميدان بعالي حسه، برز عباس وارتجل بالميدان بعالي حسه، فاوضهم بارتجاله حتى من يقتل الجيش ما يصير واحد بذمته، وما لاق للحكي فاتع للعلق مهوس عباس بالطف بجربته، شال الطف. عزي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه تعالى الشريف لهذا المصاب الجلل، ونعزي السيدة زينب عليها السلام صاحبة هذه المصيبة الكبرى اللي خلدت التاريخ لهذه المواساة إلها، ونعزي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والحسين عليه السلام وابو الفضل العباس وكل أئمة أهل البيت. خدمات خير من الله والصحة جيدة الحمد لله والشكر، ومواكب موجودة وكل شيء متوفر. الخدمة أبو عبد الله الحسين وزوار أهل البيت. صفا حتى الهوى وقام ما يحرش العود يم المشرعة من وقف راعي الجود، الفرس بالفارس اختلت وبيه قامت تقود، من يم وقف حش التاريخ وللتاريخ حط حدود، من يم وقف حش التاريخ وللتاريخ حط حدود. أو الزام ما تتقابل بالطف، أو الزام ما تتقابل بالطف، الطف قامت تسحل في الخيل اسدام ما تتقابل بالطف. بطل ساير.